مساء النور غزالتي، نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير. اليوم جبت لكم مهلبية بحلة جديدة كتجي رائعة، لا في المذاق ولا في الشكل. انا اختاريت نزينها بالتفاح كاراميليزي والميرتي كاراميليزي، ولكن كيبقى اختياري. يمكن لكم تزينوها بالفستق او اللوز، نخليكم مع طريقة التحضير والمقادير. بالنسبة للمقادير، كنحتاجو 3 معالق كبار ديال المايزينا، 6 معالق كبار ديال السكر أو السنيدة، 2 ساشيات ديال السكر فاني، 3 معالق كبار ديال الدقيق، و2 معالق كبار ديال الزبدة. من الأحسن تكون بحرارة المطبخ. والتزيين، ميرتي ومعلقة كبيرة ديال الكونفيتور ديال ميرتي. يمكن لكم تختاروا أي فاكهة أخرى، من الأحسن تكون من الفواكه الحمراء، يعني فرامبواز ولا ميور. كناخدو 2 تفاحات كنقطعوهم بهذا الشكل، كنزيد عليهم معلقة كبيرة ديال الزبدة، شوية سكر أو سنيدة، القليل من القرفة. كنحتاجو 1 لتر ديال الحليب، 2 ميرتي في مقلاة مع معلقة كبيرة ديال الكونفيتور ديال ميرتي لمدة 5 دقائق مع التحريك حتى كيتعسل، ومن كيتعسل كنحتفظو بيه على جانب. كنحضرو التفاح، كنديرو ليه نفس الطريقة اللي درنا الميرتي، كنخليه على نار مهيلة حتى كيتعسل وكنخليه على جانب. كندوزو لتحضير مهلبية، كنديرو مايزينا، سكر، سنيدة، وكنضيفو الدقيق. كنحركوهم مزيان بهاد الطريقة، وكنبداو نضيفو في الحليب بشوية بشوية مع التحريك المستمر باش ما يتكونوش لينا دوك الحبيبات صغار. كنحركو حتى كنحصلو على خليط متجانس. من بعد ما خلطنا الحليب مزيان مع المايزينا والسكر والدقيق، كنصبوه في كاسرونة. كنديرو كاسرونة فوق النار مهيلة مع التحريك المستمر، كنضيفو على الخليط 2 ساشيات ديال السكر فاني، كنحركو مزيان، وكنزيدو 2 معالق كبار ديال الزبدة مع التحريك حتى كنحصلو على هاد القوام، وكنحيدوه من فوق النار. كنضيفو 80 غرام ديال بودرة شانتيي على الخليط مع التحريك، كنخلطوهم بهذه الطريقة حتى كنحصلو على كريمة